شحال من واحد كيشوف العنوان ديال الفيديو وكيقول ما هذه الا قصه اخرى، داكشي اللي شفناه وعاودنا شفناه. لكن سمح لي نوقفك على الاول ونقول لك بلي راك غلط. الاحداث ديال هذا العالم اللي غادي نعيشو فيه اللي تكون في الجويه ديال 1860، الصراع اللي جمع ما بين المستعمر الامريكي والسكان الاصليين هنود الحمر، او بالاحرى السيوكس، مجموعه من القبائل اللي اتحدوا باش يوقفوا ضد المستعمر. المستعمر اللي مسروق للتوزع وجا وحط الشركات ديالو ديال الخشب وبدا كيستنزف الموارد الاوليه نتاع هاد الناس اللي عاشوا هنايا الالاف السنين. الماكينه الامريكيه اللي تحطت مكناش كيسوقوا الثقافات او الحضاره او لفت ان هاد الارض هي ارض مقدسه عند الهنود الحمر. جاو يعني خدموا اليات كبيره وانقجوا الناس مسلحين وعطاوها ما كان غير تقطع الشجر والجبيد ديال النفط والموارد الاوليه الثمينه هذاك الوقت. الشيء طبعا اللي لم يكن من ذوق السكان الاصليين اللي يعني اختاروا بانهم يردوا الصاعين بعد تفكير طويل. اختاروا السكان الاصليون انهم يعلنوا على الوجود ديالهم وانهم يعينوا على ما يفيق الصباح ويهجموا هجمه قويه على الشركه ديال ستي سميث اللي مخداو لوطوريزاسيون للتلعب وجاو وبداو كيجمعوا في الخشب. بعد ما اداو الصلوات ديالهم اتجهوا مباشرة للمكان اللي تدور فيه الأحداث ديال القصة ديالنا. سوكورو زوكوري سوكورو زوكوري بولي باسينوني نافادا نوري بيسيلي لشخوبي شريفي او مون ديو سي باري لك هولي 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 بالو كاتو في زوندو بيريستي هولي اوبا بخطى ثابتة توجه الهنود الحمر مباشرة للمكان ديال الاكسبلواتاسيون ديال الشركة ديال ستي سميث. المعرفة ديالهم التامة بالميدان خلاتهم انهم يتسلطوا بلا حتى شي واحد معيق باش داكشي اللي كيزينهم. Mirazo no pilimo Tole gosi la 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 lo so por guia Ya Ya yeah.
فعلا الهنود هم رصطوا انهم يتغلبوا على مجموعه ديال الحطابه اللي ما مسلحينش، لكن لا كافارغينا بتعطي عاي. الشريف والكيب ديالو تحركوا مباشره بعد ما سمعوا الصوت ديال الغوات والاستنجاد وبعد طلقات ديال الرصاص. توجهوا مباشره لعين المكان باش يبداو الاباده ديالهم ديال قبيله أجايا بومبا. في هذه الحقبة أخوتي رحنا بعد الحقوق الإنسان، الحرب كانت دامية تقريبا دمك يطيح وكيدي واش أسير. بعد ما طاح واحد عدد كبير من الهنود الحمر، أجايا بومبا هو والابن ديالو الأصغر اختاروا الفرار باش ينجوا بالحياة ديالهم، يعادوا يرمموا الصفوف ويرجعوا مرة أخرى. تبليساو في الهرب ديالهم، لكن لحسن الحظ استطاعوا أنهم يهربوا. دونك فوالا أخوتي، التريلر ديالنا سالا، مي القصة مزالتها ما بدات. لا وايت ليست اوفيرت توت سويت، تقدروا تجوينيو هاد الديسكورد هذا، تقدر تكتب مباشرة من الفيديو ولا تلقى ليا في الديسكريبسيون. الوايت ليست غادي تكون قاصحة، غادي نحاولوا نديروا لا كاليتي اكثر من لا كونتيتي. مرحبا بالجميع، انا كنعانكم في الوايت ليست، انا مجموعة ديال الدراري، دونك فوالا نشرح لكم كل شيء على مستوى الديسكورد. ومرحبا بالجميع توت سويت الدراري.